أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن أي تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة داخليا أو خارجيا يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. وقال وزير الخارجية في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية إن مصر لن تكون طرفا بشكل ضمني في مثل هذا الانتهاك، مشيرا إلى أن الفلسطينيين أنفسهم لا يرغبون في المغادرة ولا ينبغي تهجيرهم قسرا. وأوضح شكري أن تصفية القضية الفلسطينية عن طريق إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم أمر غير مقبول. كما أكد وزير الخارجية أن مصر لم تشارك في أي حصار على قطاع غزة ولم تسهم في عزلها، وأن المعبر كان دائما مفتوحا ولم يتم إغلاقه وما زال يدعم الشعب الفلسطيني.